السلام عليكم، هذا بهاء اليوم اشترى اكلات من الدكان، اشترى بطة وآمنة. شو اشتريت بطة؟ ايه بابا ما تفتح. ما تفتح؟ افتح البطة. شو آمنة بدها تفتح؟ الاناناس آمنة. بهاء بده يفتح الجاتو والسميري. لا بهاء لا تصوب، بس تعال نسوي لك اياها. اعطيني اياها. امينة بابا ما يفتح. هذا بها فتح الجاتو. طيب اعطي امينة واحدة. نور نايم طبعا. افتح السميري. ايه افتحوا، افتح السميري، افتحوا. فتحته وحطه بالصحن. حطه بالصحن. حلو. هاي عصير. هاي كاسة عصير، خذ اشربها. اوه حلو. طيب طيب افتح الاناناس كمان. اوه امين عم تاكل. نايم هسه بابا يفتح لك اياها. هاي فتحت علبة الاناناس لبهاء. خذ الشوكة بهاء، بدك تاكل اناناس؟ كل اناناس يطالعوا بالمعلقة. طالعة، طلع الاناناس، طلع الاناناس. يا طالع كله. ايوه هيك. يلا بطل. طيب شو الاناناس طيب اكثر ولا الجاتو؟ طبعا هاي تجي علب جاهزه بالمولات الالمانيه في المانيا. أمنا بها، يلا قول باي للمتابعين على اليوتيوب. قول باي، قول تفضلوا أكلوا، قول تفضلوا. يلا باي.